أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم حكومة كردستان العراق سفين دزايه أن بغداد وافقت على إرسال باقي رواتب قوات البيشمركة، وقال دزايه أنه وفقا للاتفاق بين أربيل وبغداد فإن على الحكومة في بغداد إرسال مبلغ 525 مليار دينار شهري كرواتب للموظفين في كردستان العراق، مبينا أنها أرسلت حتى الآن 460 مليار دينار وبقيت نحو 68 مليار دينار من المنتظر أن ترسلها، لافتا الانتباه إلى أن إرسال الرواتب سيخفف كثيرا عن حكومة كردستان العراق التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة في الفترة الأخيرة. حملت اللجنة المالية النيابية إدارات المنافذ الحدودية مسؤولية تدمير اقتصاد البلاد، وأرجعت اللجنة سبب الوضع الاقتصادي المتدني إلى السياسات الخاطئة التي تتبعها المنافذ الحدودية. وقال عضو اللجنة النائب أحمد حما إن بعض التجار يستوردون مواد فاسدة لا تصلح للاستهلاك البشري ليتم إدخالها للعراق بتسهيلات من الموظفين من داخل المنافذ الحدودية، ما أدى إلى تدهور واقع المنافذ الحدودية. بيّن النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني أن شركة نفط الشمال لم تسدد الديون التي بذمتها إلى خزينة الدولة منذ عام 2014، وقال الكناني إن ديون الشركة حتى عام 2017 تجاوزت 862 مليار، موضحا أن أكثر من 826 مليار لم تسدد للخزينة أيضا من شركة الاستكشافات النفطية خلال الأربع سنوات الماضية، ما يحتاج إلى مراجعة للديون التي بذمة تلك الشركات، لافتا الانتباه إلى أن هناك تعمد في التعتيم على العقود التي توقعها وزارة النفط. أعلنت وزارة الكهرباء عن إطلاق الجولة الأولى من مشاريع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الاستثمارية بقدرة 755 ميجا واط، وذكرت الوزارة أنه تمت دعوة الشركات المتخصصة في صناعة الكهرباء من المحطات الشمسية الكهروضوئية والعاملة في مجال الاستثمار لبناء محطات في محافظات بابل وواسط وكربلاء والمثنى والديوانية. وأضافت الوزارة أنها أطلقت الجولة الأولى تمهيدا لتهيئة المستلزمات اللوجستية والفنية والقانونية لباقي المواقع جنوب وغرب العراق. بيّن مجلس محافظة وسط أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الحنطة والشعير، وقال عضو مجلس المحافظة غالب الرديني إن إنتاج الموسم الماضي من الحنطة والشعير بلغ 800 ألف طن مع عدم تحقق وفرة المياه، واليوم وما وصل إلى وسط من مياه كافي لإنعاش الزراعة وزيادة الإنتاج. وأضاف الرديني أنه من المؤمل في ظل وفرة المياه هذا العام أن يصل الإنتاج في الموسم الحالي إلى 1 مليون طن. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.